السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الأعزاء، طلاب الصف الثاني، كما وعدناكم في دروس جديد من دروس اللغة الإنجليزية. سنتناول اليوم مراجعة لهذه الحروف. الحروف هي 26 حرفا في الحروف الأبجدية الإنجليزية. لديها capital letter and small letter، حروف كبيرة وحروف صغيرة. نبدأ بالحرف A. A capital A and small A. B B. C C. D D. E E. F F. G G. H H. I I. J J. K K. L L. M M. N N. O O. B B. Q Q. R R. S S. T T. U U. V V. W W. X X. Y Y. Z Z. إذن هذه هي الحروف اللغة الإنجليزية. طبعا في أي من هذه الحروف عندما نجمعها مع بعضها تتشكل لدينا كلمة. اليوم سنتناول درسا جديد وهو عبارة عن الأعداد، الأعداد اللغة الإنجليزية. We have a picture، لدينا صورة. دعونا نعد الرقم الموجود في هذه الصورة. 1 2 3 4 5 6. إذن 6 هو عدد الحيوانات الموجودة بالصورة. 6 6 6 تعني 6. 6 6. إذن الرقم 6 هو 6. We have football، لدينا صورة للكرة. دعونا نعد هذه الكرة. 1 2 3 4 5 6 7. إذن 7 7 7 هي رقم 7. 7 7 7 هي رقم 7. 8 8. دعونا نعد هذه الأرقام. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 8. إذن رقم 8 أحسنتم هو رقم 8. 9 9 N I N E 9. هذا هو الرقم 9. دعونا نتعلم كتابته. 9 9. لنعدهم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 9. إذن 10 10 هو الرقم 10. 10 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 10 10 9 8 7 6. إذن 6 7 8 9 10. كما وعدناكم طلابي الأعزاء، شكرا للاهتمام. نتمنى منكم قد تكونوا قد استفدتم مما نقدمه لكم. أتمنى منكم حفظ هذه الكلمات وعد الأشياء الموجودة في الشارع وفي البيت وفي محفظتي وفي جميع الأشياء التي أراها أمامي. لنعد كل شيء في أفراد عائلتي. See you soon. أراكم قريبا. Goodbye.